عيلي فنية. شو؟ خالو أشرف عمل حادث بسيارة خالو محمد؟ ايه مثل ما عم خبركم. يا والله خالو محمد إذا عرف لا يجن. ايه والله يا حلا معك حق، بس ليكو ما بدنا نخبر خالو محمد على هالموضوع. ليه يا مليكة؟ ليه ما بدنا نخبره؟ يي علي رؤو رح خبركم. ايه خبرينا يا مليكة. شو؟ قال بتقلنا ما بدي خبر خالو عن الحادث. يا زكية نحنا لازم نستغل الحادث لصالحنا. كيف يعني لصالحنا يا مليكة؟ هلأ بلشتوا تسألوا أسئلة صح. خبرينا وخلصينا. أوكي خالو أشرف عامل مصيبة صح ولا لا؟ صح. برافو. وبعدين شو استفدنا نحنا؟ كلمتك حلوة يا حلا. شو استفدنا؟ رح قلكم كيف رح نستفيد. كيف؟ خالو أشرف بلحظة خوف وضعف. ايه وشو يعني؟ يعني لازم نستغله لصالحنا. كيف؟ انا بقلكم كيف. تعوا لقلكم الخطة. شو يا مليكة؟ بدك نبتس خالو أشرف؟ أي زكية لازم. تعي لقلك، مش ماما قالت لك رتب المطبخ واجلي الأواني؟ ايه صح. وشو خاص هيدي بخالو أشرف؟ يا زكية نطلب اشياء من خالو أشرف يعملها، إذا ما عملها بنهدده إنه نقول لخالو محمد عن الحادث. فهمت عليك. يعني هلأ في أطلب من خالو أشرف يرتب المطبخ ويجلي الأواني، ما في إلا لا. صح. وانتو كمان فكر شو بدكم تطلبوا من خالو أشرف. أوكي. عيلي فنية. آخ يا جسمي، آخ يا راسي، شو عملت بحالي. أنا ما خايفان إلا إذا عرف خي محمد، هون المشكلة. بس خلص مليكة وعدتني ما تخبر حدا. سلامتك يا خالو أشرف، شو صاير معك؟ الله يسلمك. وقعت عن الدرج. وقعت عن الدرج ولا عملت حادث بسيارة خالو محمد؟ شو؟ مين خبرك؟ والله عرفت. عرفتي؟ من وين عرفتي؟ إذا أنا مش مخبر إلا مليكة. مليكة هلأ المهم. لك يا خالو، أنا ما حخبر خالو محمد، بس عندي شوية جلي أواني بالمطبخ وترتيب، يعني ما بياخدوا كتير وقت، فيك تقوم تعملون أنت؟ شو؟ أنا رتب المطبخ وإجلي الأواني بهيدا المنظر؟ مش شايفي شو بني يا خالو؟ طيب زاهر لازم أقول لخالو محمد عن هيدا الحادث. عم تستغلي وضعي؟ أمري لالله، رح أقوم رتب المطبخ وإجلي الأواني، بس ما تخبري خي محمد. لا ما تخاف، سرك ببير، بس هلأ قوم اشتغل المطبخ قبل ما تجي ماما. أوكي. خي صار فيي أدرس درسي على راحتي. هيدا كله أنا بدي أعمله؟ الله يسامحك يا مليكة.
تعبت بشغل المطبخ، لا ارتاح لي شوي. خالو أشرف؟ ايه يا حلا، شو بدك؟ خالو سلامة قلبك، شو صاير فيك؟ وقعت عن الدرج يا خالو. وقعت عن الدرج ولا عملت حادث بسيارة خالو محمد؟ الله يسامحك يا مليكة، قلتيلي سري ببير غميق. هلأ المهم يا خالو أشرف، ما تخاف، ما رح خبر خالو محمد. ايه بكون ممنونك، ما بدي خالك محمد يعرف. أكيد ما رح يعرف، بس عشرت. شرط؟ شرط شو؟ بدي منك تقوم على الغرفة ترتب لنا إياها منيح منيح. يا خالو، ما شايفيني كيف مكسر؟ ما في اشتغل. استفل، هيك بصير، بدي خبر خالو عن الحادث. الحق علي اللي خبرت مليكة. طيب يا خالو، آي مرتب لكم الغرفة. خي، هلأ صار فيي العب عراحتي. ليش هيك الغرفة مثل اللي صاير فيها انفجار؟ خلص صار لازم هلأ ارتاح وانطر الخطة التانية اللي خبرتني عنها مليكة. خالو أشرف سلامتك، شو صاير معك؟ الله يسلمك يا خالو، ولا شي، وقعت عن الدرج. وقعت عن الدرج بسيارة خالو محمد؟ كمان انت خبرتك مليكة؟ الله يسامحك يا مليكة على هالعملة. وشو بدك انت هلأ؟ برافو عليك من الآخر يعني. ايه من الآخر، شو بدك مني؟ بدي اياك تقوم تحضر لي أكل، أنا جوعان. وإذا ما قمت شو بتعمل؟ بقول لك خالو محمد عن الحادث. حتى انت يا محمد، أمري لله، رح قوم حضر لك أكل. لا انظر الأكل. تأمر شي غيره؟ عيلي فنية. آخ يا جسمي، آخ تعبان، آخ آي يا راسي، آي يا إيدي، آي يا جسمي. هيك يا مليكة بتعملي فيني؟ مش قلتيلي سرك ببير غميق؟ يا خالو أشرف، ما أنا عملت هيك كرمالك. كرمالي؟ كيف يعني كرمالي؟ ما أنا خبرت إخواتي لأنه إذا شافوك حيقولوا لخالو،
فقلت خلينا خبرن عشان ما يقولوا لخالو يجرسوك. والله ما فاهم عليكي شي من شي. هلأ المهم عرفوا ما رح يخبروا خالو. ايه بس استغلوني وابتزوني انا ومريض. ايه ما بيأثر، المهم ما يخبروا خالو. طيب طيب، هلأ المهم شو خطتك التانية اللي خبرتيني عنها؟ قبل الخطة التانية انا جيت لحتى اطلب منك طلب. طلب؟ طلب شو؟ وشو خصو بالخطة التانية؟ ما انا ما رح نفذ خطة التانية الا ما تنفذ لي طلبة. ايه وشو هو الطلب؟ خالو انا محتاجة شي 300 دولار، معك تعطيني؟ شو 300 دولار؟ ما معي غيرهم، بدي صلح سيارة خي محمد. استفل، ما في خطة، انا مضطر اخبر خال محمد عن الحادث. لا لا خلص، بعطيك 300 دولار بس ما تخبري خالو محمد عن الحادث. يلا عطيني. خدي هول مليونين ليرة. شو بالليرة اللبنانية مش دولار؟ ما معي دولار يا خالو، اعطيتك مليونين ليرة ورح كفيلك 3 مليون بكرة. اوكي قبلاني، بس تكفيله بخبرك عن الخطة التانية. الله لا يوفقك يا وليد، ضروري تقلي تعا روح معنا مشوار على جونية. ألو. ألو خالو محمد، كيفك؟ إيه مليكا، شو بدك يا خالو؟ بدي أقول لك شي كتير مهم. خالو أشرف طرق حادث بسيارتك. شو؟ أشرف عمل حادث بالسيارة؟ ولك الله لا يوفقك يا أشرف. أنا حبيت خبرك بس هو قال لي ما تخبري، بس أنا ما بحب الكذب، الكذب حرام. شكرا يا خالو، باي. لا الله لا يوفقك يا أشرف. عيلي فنية.